وذكر حجاج خراسان خبر ملك السلطان خوارزمشاه ما وراء النهر. كانت قبائل القطاب ببلاد التركستان ونواحي أوسكنت وبلاساغون وكاشغر قد تسلطت على الإمارات الإسلامية فيما وراء النهر، فاستاء خان خانان سلطان سمرقند وبخارى من تسلطهم، وأرسل إلى السلطان خوارزمشاه يستنجد به ويطلب الاتفاق معه على محاربتهم، ويعده بالخطبة باسمه ودفع الخراج له. فأخذ خوارزمشاه العهود عليه، أرسل حملة كبيرة بقيادة ابنه علاء الدين محمد لقتال قبائل الخطا، وبدأت المعارك بينه وبينهم. وبعد مواقع شديدة تمكن من السيطرة على معظم بلاد ما وراء النهر وإقامة الخطبة لخوارزمشاه فيها.